صراحه انت كتشوف الاجواء كي دايره، كلشي كيتريني، كلشي كيتسنى الفطور. كنجيو ديما كل نهار كنحاولوا نخدموا شي حاجه، مره صدر ظهر رجلين بحال هكاك كنخدموا كنترينيو وصافي. هي لونطريمون قبل الفطور مزيان هو صراحه، حيت واحد الوقيته المهم كتفوش شويه ياك وكتجيب الفطور داك سورتو داك السوايع الاخرى صعيبه تجي، دونك كتجي في لونطريمون كتهدا شويه يلا كتدخل للدار. واخا المهم انت عارف ما كتكون واكل والو وداك الشيء كتجي فاشل مقتول، ولكن المهم كتريني دوز الحصه ديالك مزيان وصافي. هو لونطريمون مزيان سواء كانت قبل ولا مول الفطور ولا سي فري انه مثلا ما كاينش الانرجي، معناتها انت قبل الفطور ما كاينش الانرجي فاس كيف المهم. وخاصه نمبش با ان ما نجوش تريني ولا شي حاجه، بالعكس جي تريني قبل الفطور باش تجيب مع الفطور نيشان. كنجيو يوميا كنجيو منين كل نهار عندنا بروغرام، كل نهار مره صداع مره ظهر مره المهم كل نهار ورزق. بعد المرات كنجيب بوحدي بعد المرات كنجيب مع لي زامي كنترينيو مجموعين اون جروب، حيت المهم انا بالنسبه لينا مع لي زامي كتكون موتيفاسيون، كتكون مثلا كتضرب وكيجي شي واحد كيجي كيعاون كيقول لك كيموتيفيك اكثر، ماشي بحال الا بوحدك ما كدير والو كيجدك العجز. اجواء الصراحه كتكون صافا زعما عادي ماشي المهم كنترينيو وكنضحكو صافي، كتكون لا موتيفاسيون والحيويه وصافي. المهم اجواء طيبه مزيانه بزاف بالنسبه للشباب والناس الكبار وداكشي فهمتيني. سيرتي وسط الغابه هنا كل نهار في رمضان ولا غير رمضان يوميا صباح عشيه كل واحد يجي تريني في الوقت ديالو اللي عنده خاوه، ما كاين حتى شي عائق بالعكس صحيه بزاف. هذه السنوات حنا كنترينيو في رمضان دائما تيبقى الفطور ديك الساعه ونص ساعتين العباد الله كتجي تريني الحمد لله. ولا الشباب معطي الرياضه بزاف سيرتو الشباب تبارك الله مزيان. وهاد الاجواء راك عارف شي هنا كيدير الغابه والماتيريال كلشي فهمتيني كلشي مزيان الحمد لله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.